لكن راح ننتقل لموضوع جدا مهم، تقديم الهدايا. مين فينا ما يحب انه يستقبل هديه او يصمم هديه لشخص عزيز عليه، وخصوصا في المناسبات السعيده. مشرفتني ضيفتي اليوم رباب رجب، ابدعتي في الهدايا اللي جبتي لنا هي اليوم. وخليني اسالك، الاعمال اليدويه زي اللي شايفينها تحتاج نفس طويل، تحتاج صبر، كيف تاقلمتي مع هذا النوع من الشغل؟ اولا يعطيك العافيه. الله يعافيك. بالنسبه للاعمال اليدويه طبعا تحتاج نفس طويل، تحتاج صبر، لكن كيف تاقلمت معاها؟ لما يكون الانسان عنده شغف او حب لشغله، شغله هو اللي بيتاقلم معه. يعني حتى لو كان في وقت طويل، حتى لو كان في جهد، ما بيشعر فيه، بيعدي بسرعه. طب رباب، خلينا نكون صريحين شويه، السوق مليان مصممي تصاميم الهدايا ومحلات وحسابات في انستغرام، وكثير بيشتغلوا في هذا المجال وانت واحده منهم، ففين الفرق عشان الناس نجذبهم لتصاميم رباب؟ لا شك انه السوق طبعا مليء اللي بيشتغلوا نفس شغلي، كلهم مبدعين وكلهم عندهم أفكار مختلفة، لكن كل شخص عنده لمسته الخاصة، عنده ذوقه، عنده شيء بيميزه. يعني كلنا بنكمل بعض تقريبا. فأنت تميزتي بتصاميمك، ما نقدر نقول إنه ما منها في السوق؟ لا، هي موجودة، لكن لمسات إبداعات أو ابتكارات جديدة ممكن أضيفها على شغلي تميزه. طب هل صارت لك بصمة في التصاميم ولا لا؟ بصمة، أنا كل عمل بقدمه في له لمسة، خلينا نقول خاصة فيا. إن شاء الله أكيد لازم يكون لي بصمة. أكيد بإذن الله. ونحن أيضا نتمنى هذا الشيء. بعض الناس صارت تحب الغرابة في تقديم الهدايا، وفي صح. مناسبات يعني كثير ومختلفة نقدر نقول عنها، فهل صحيح أن الغريب يكون مكلف وأغلى من الشيء الطبيعي اللي نقدر نشوفه؟ للأسف أنه فعلا صارت الناس دائما تبحث عن الشيء الغريب، الشيء اللي ما في منه، الشيء المميز. هو لا شك انه اغلى، مو شرط يكون اغلى، بس دائما البسيط وال يعني من كثر ما الناس في هذا الزمن بتبحث عن شيء مميز وشيء ما حد عمله وشيء، صرتي لما تسوي شيء بسيط يكون فعلا هو ده المميز. صح. انا دائما اميل للبساطه، بنفس الوقت لازم يكون في لمسه، لمسه مميزه. لكن اني انا أكرس وقتي عشان أسوي شيء ما أحد عمله، هذا يعني من كثر ما صار بزيادة صارت البساطة هي التميز. أكيد، وأنا أتفق معك في هذا الشيء رباب، ولكن يعني أتوقع وقت ما تصممي هذه الهدايا لازم تعرف المناسبة. أكيد. فهل مرت عليك مناسبات غريبة؟ أكيد. زي إيش؟ أنا أبغى أعرف. يعني مثلا واحدة قالت لي أبغى أسوي حفلة. أيوة. تمام؟ لزوجها. التنسيق يكون هالوين. ايوه، يعني بيت رعب مثلا، ايش رايك؟ شكلها ما هي مبسوطه معي. ممكن مبسوطه بس هي حابه تعيش دراما يعني. طب لما تجيك فرصه لتنفيذ شيء كبير اكبر من امكانياتك، شغل ضخم، ايفنت مثلا، هل تقبلي ولا ممكن تعتذري؟ لا بالعكس، انا احب المغامره واحب اقبل، ودائما لو ما قبلت شيء اعلى من الليفل اللي انا فيه ما راح اطور من نفسي. لازم امر في مرحله صعبه، خوف، توتر، عشان اطلع احسن شيء عندي. دائما نحن نقول ما نعرف ليش، اذا حطينا في مواقف خوف، مواقف توتر، نبدع نطلع. هو مو شرط، أحسن هو مو شرط، بس احيانا الواحد يكون متكاسل عن التفكير او متكاسل انه ينتج شيء جديد. لو نحط في هذا الموقف تحت الأمر الواقع، هو حيبدأ يطلع أحسن ما عنده، يبدأ يطلع اللي في العمق زي ما تقولي. طب كيف تقدري تجددي دائما أفكارك عشان ما تكرري موضوع التكرار؟ يكرهوه اللي حابين ياخذوا هدايا، وخصوصا زي ما قلتي نحن شعب يعني ما نحب الهدية اللي عند فلان نسوي زيها. أيوة ونقلد وكذا، فكيف دائما بتجددي أفكارك؟ شوفي، سبحان الله، أي إنسان عنده حس فني، تمام،
أي شيء بيطلع عليه بيلهمه لفكرة. فأنا مثلا وأنا جالسة في الاستوديو ممكن أطلع هنا تجيني فكرة جديدة، أستلهم فكرة تخليني أسوي حاجة جديدة عشان لا يكون في تكرار ونرضي الأذواق. طب خلينا نتكلم بكل صراحة رباب، ما قد مرة جاكي عميل أو جاتك عميلة رجعت الهدية ما عجبتها، قلت لك مي حلو، شغلك مو حلو، أنا ما أبغى هذه الهدية؟ هو أكيد إلا ما يصير ممكن يعني ما تزعلي على تعبك الساعات اللي قضيتيها وأنت تسوي؟ لا أنا أهم شيء عندي إنه أقدم شيء يرضيني ويرضي اللي طالبه. تمام، إذا هي ما رضيت عنه وهو كان مستوفي الشروط اللي هي طالباها ما معاها حق إنها ترجعه. يعني أنت أعطيتيني نقاط، أوكي. أنت أعطيتيني أبغى كذا 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 بالسعر الكذا، أنا سويت لك شيء بناء على الشروط اللي أنت أعطيتيني هي، بأي حق تبغي ترجعي؟ علشان كذا أنا أوقات كثير لازم أخذ يعني أكشن بالموضوع، إنه لا أنا يا إيوة يا لا. اما انه اقعد اسال ليه، طب ما عجبك ليه، لا انا ما طلع من عندي الا انا راضيه عنه. الشيء الثاني يراجع لك، انت ما اعطيتيني شيء، ما اعطيتيني وصف زي ما انت تبغي، هذه مو مشكلتي. انا نفذت بناء على طلبك. حلو، طب اخيرا هل ممكن نشوف مشروعك في تصميم الهدايا يصير محل ونقدر نزورك في المحل ان شاء الله؟ ان شاء الله، ليش لا، اكيد طبعا. بتشتغلي على هذه الخطه ولا لا؟ صراحة لا، ما تشوفي انك ما انت محتاجة حالياً محل، يعني خلاص كذا حساب على انستغرام يكفيكي؟ شوفي، لانه انا عندي فيك تقولي هو كانت لعبة او هواية فجأة تحولت بزنس، فانا من البداية عندي اولويات. تمام، احس لو محل او يبغى لها التزام يبغى لها التزام حيكون في تقصير بأشياء أولوية عندي، يعني مثلا زي بيتي، أولادي، حياتي، زي كذا. لا يعني أنا إذا التفت لمحل أنا ممكن أقصر معاهم، ممكن أهمل في أشياء هي أولوية بالنسبة لي. طبعا شغلي لازم ألاقي له وقت، يعني تخيلي أنا ممكن أنا حلو أنك كذا تشتغلي في بيتك قريب من أولادك. هو ده اللي أنا بقول لك، هو صح؟ اللي أنا فعليا حاليا بفكر فيه إني أخصص أتولي أو بوتيك في نفس البيت، غرفة خاصة. أيوة، حلو. مجهزة كاملة. يعني أحس إنه هذه الغرفة حتكون عزيزة على قلبي، يعني وقت ما أنا تعبانة طفشانة متضايقة أدخل وأطلع شيء، أطلع لوحة فنية جديدة. حلو، يعني بالعكس، يعني أتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال رباب رجب وفي مشروعك في تصميم الهدايا، وإن شاء الله توصلي. أوكي، إن شاء الله توصلي اللي تتمنيه في أقرب وقت. رباب الخضري، يس صح؟ شكرا لك رباب.